السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. معاكم أخوكم محمد الفودري من حساب RV Outdoor، وهذا يمين وتفش تقدر تنزل الهواء هذه الطريقة، وعندي القيج هنا. أنا كونك أول مرة تأخذ كامبر راح تواجهك صعوبة بالصف، لازم يكون الكامبر قياس هي سنتر على البني من ثلاثة. الجازات وايد ممتازة، الحين راح تشوفونها شلون طريقتها وشنو شكلها، وايد حلوة وسهلة. واحد يبطلها وينصبها أموره طيبة. مع السلامة. يلا قول لهم تصبحون على خير. تصبحون على خير. ما شاء الله. بطل بطل بطل. اليوم بإذن الله راح أطلع بالكامبر كشتة صغيرة مع العيال، بنستانس ونجرب الكامبر لأول طلعة معاهم. طبعا الكامبر الجزء السفلي هذا يركب بحوض الوانيت، هني القاعدة هذه تقعد بالحوض كامل، حاط له ربل عشان يقاوم شوي الصدمات، واحتمال ان شاء الله راح ابدله بحط ربل كامل على الحوض اللي موجود هني اللي تشوفه قدامك هذا، كذي راح ينقص عليه ويكون ثابت بدل لا كل شوي انا اشيله وارده. شلون طريقة تثبيت الكامبر؟ الكامبر من يقعد داخل حوض الوانيت كامل يحوشون هذول الشغلتين الربل، مثل اسميهم انا الدعاميات حق الكامبر، يطقون بالبادي داخل ينزل ويثبت هني. عقبها في اربع قواعد موجودة بالكامبر تثبت، اربع قواعد موجودة هني بالوانيت هذه، طبعا بهذه الطريقة تكون هني موجودة راكبة على البراغي الوكالة من غير اي تخريم او اضافات ثانية، على براغي الوكالة نفسهم. طبعا لهم وصلات راح تركب بعد شوي اوريكم اياهم، اربع هني بعد هذه نفس الطريقة موجودة قدام، وفي مثل السلاسل موجودين راح اركبهم بالهوك هذا، راح تركب هنا شيء مثل هوك ويقضب الكامبر انه عشان ما يتحرك اذا صار جنب كبير او شيء. طبعا اول شيء اسويه انا دائما بالبيت، لما اخليه بالبيت ابطل السقف الكرفان هذا يصعد وينزل، راح انزل الحين اسكره راح تشوفون الطريقه شلون. عشان اسكر السقف مال الكامبر اللي هو هذا لازم اخلي الشفاط او المروحه شقاله على حدها. ليش؟ الحين اقول لكم ليش. منو اللي عرف يكتب لي بالكومنت قبل لا احط الطريقه. في احد عرف الطريقه ليش اني خليت المروحه شقاله اقوى سرعه؟ الحين اوريكم. لو تلاحظون الخام هني شلون هذا، عشان ابي اصفطه للداخل مع المروحة تسحب الهواء داخل. الحين من اسكر شوف، لاحظ الخام، شوفه شوف راح لداخل. الحين يساعدني هاي الطريقة بالريموت طبعا، اسكر السقف بس اشغل وانزل واصعد بالريموت. شوف شلون الطريقة، تسكر ينزل، شوف شلون راح يدش الخام، يسحب الخام كله، شوف هذا الهواء داخل لانه ما في فتحة تنفيس حقه، فقاعد يسحب الخام ويسهل عملية تصفيط السقف. شوف شوف شلون الطريقة، الحين يدش بروحه. الحين قاعد ينزل السقف، بس علي انا ان اصفط هذا الجزء السفلي خليه داخل. هذه الطريقة كذي سكر السقف بالكامل، خلاص وقف الريموت ما ينزل. بس الحين اطفيه فاجهز وسنتر السيارة، بس ارجع راح اضبط، يعني انا راح اكررها احتمال مرتين، يعني كل مرة اسويها ثلاث مرات اطلع واجدم، ولازم تنزل من السيارة
عدد 3 مرات. ان لما ترجع انت مو قاعد تشوف، فلازم تنزل تشوف شنو يحوش من السبرينج هذا اللي يمسك الباب. في ناس يشيلون الباب، انا ما اشيل الباب لان اخلي الوزن كامل على الحوض مع الباب. في الجهه اليمين ما اشوفها معدومه نهائيا، فلازم انزل اشوفها. فتقريبا 3 مرات تنزل تضبط الصف. شوف الدعاميات هذه اللي يقول لكم عنها مات الكامبر، لازم يحوشون ثنتينهم ويا بعض البدي، ما تكون واحدة سابقة واحدة، فكذي انت تعرف ان الكامبر سيدة، ما هو مايل كذي بالطريقة هذه ولا مايل كذي. ثنتينهم يحوشون البدي. بوب اوكي هياي سنتر هني. الو هاك عمر، شوف هذا الجزء اللي يقول لك عنه اللي يكون بارز، بشوف شلون هني حاول نصيد المكان. شوف شلون قريبه قريب يم البدي، فلازم تكون دقيق. الحين خلاص اوكي شغلي كله مضبوط، راح ارجع لما يحوشون الاثنين ويا بعض. الحين الورق قاعد ينزل وانا حاط سيستم الايرباك مان، راح يرفع لي السياره من عندي داخل. الحين اوريكم شلون طريقه اني ارفع الوانيت. الحين طبعا ارتفعوا الجيكات كلهم، هذا نزول الوانيت الطبيعي. طبعا هذا الكيبل الحين اللي هو راح نوصله للوانيت من ورا من تحت مكان الفيشه، عشان يشغلون الاشارات والاشاره وكل شيء، انه خلاص ان تقريبا شبه انعدم الوانيت خلفيته، فراح تعتمد على الاشارات اللي موجوده بالكامبر. يركب الفيشه اللي تحت العاديه المعتاده. خلنا ننزل نسينا. الحين خلاص كذي الجيكات كلهم الاربع صحتهم، ركبنا الليت الفيشه مالت الليت، خلاص نطفي نقمه الجيكات، حط الريموت داخل حق هذه ان شاء الله. هذه القطعة الحين اللي ركبتها إضافية على البيم، معها الهوك هذا سلاسل، وتركب على القاعدة اللي فوق. بس بعدين علي إني ألف بهذه الطريقة كذي، لما يشد شوف شد الحين بهذه الطريقة كذي خالص إن شاء الله. تشد عليه بعد بيدين، بعدين هذه بالاسطوانة شد عليه فوقه كذي، انت خالص كلهم الاربع اتجاهات نفس الطريقة هذه. هني لاني برفع الحين الوانيت من ورا من عن طريق الايرباك مان بهذه الطريقة هني، هذا يسار وهذا يمين.
وتفش تقدر تنزل الهواء بهذه الطريقة. وعندي القيج هنا أنا، أنا دائما أخليه 35-37 كافي. هذه الطريقة كذي جاهز. حين السيارة ارتفعت وصار مستوى السيارة سيدة أو بعد أرفع من ورا شوية، لازم تكون بهذه الطريقة. يا هلا بالأحباب، ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشوفون حاليا وصلت مكان قريب، ما راح تبعيد وايد لأن تأخرنا بالطلعة. دائما طلعت العيال مع الأهل دائما يصير فيها تأخير، فقلت ماني مباعد لأن احتمال أنام اليوم إن شاء الله وباكر نرجع. فوقفنا هنا مكان قريب، قدامنا خبرة من تجمع أمطار ما شاء الله اللي طافت. فالحين ضبطنا الشغل، بطلت الكامبر ونشوف العيال شنو راح نسوي وياهم. لازم شوي نحركهم ونطلع الطاقة اللي فيهم. هذا الكامبر الحين بطلناه. علي سلم على المتابعين. السلام عليكم. قول السلام عليكم. السلام عليكم. هلا هلا، هذا علي معاي لولوة بنتي، هذا ابو علوة. مو تبي تطلع باليوتيوب؟ يلا سلم على المتابعين. هلا لولوة، جاهزة؟ عندي لكم تحدي اليوم، تحدي سهل عشان نشوف منو اللي اسرع. تعال. هذول كراسي النيتشر هايك، كل واحد ابي يبطل الشيس وركب الكرسي. يلا علو، يلا امسك الكرسي. وين السحب؟ واحد اثنين ثلاث. اللي ما يعرف عادي يقول نساعده. قل شنو؟ ايوه يا ويلي. يلا يا زهر. يلا الكامبر دائما الكراسي اللي استخدمهم منوت النيتشر هايك، مكان حجمهم صغير واقدر اني اخزنهم مكان سهل باي مكان. انا حاطهم الكراسي، عندي 6 كراسي من هذول حاطهم تحت الكشن الخلفي بالوانيت. عاش ابو علوة. يلا ناخذ فاصل على ما يخلصون لان احتمال راح يطولون. يلا ركب. يلا تعال خلنا قبل ما يخلص علي. صغير. يلا. شنو هذا؟ يلا خلصت علي انت؟ ما في. شنو؟ دور دور على الاطراف من تحت. يلا سوي لي واحد. انت لحظة لا تسوين. يلا انت سوين باقي واحد. يلا علي. وين تعال. علي ممكن تركبه. لا عدل. لا هذا هو. ليش مقلوط؟ يلا هاك. يلا تعال يلا ركب المناك صوب الثاني. لا دير بالك. يلا تعال. يلا هذي كذي. لا تفوز علينا لولوة. انا نعطيها اخر مرحلة صعبة. بس انا الحين انا بسوي. لحظة خلي اسوي واحد لان ادري صعب الثاني. يلا. يا علي راح اسوي واحد. اقول احنا فيها. كيف؟ ايوه. يلا قعد. سويته. كفو. يلا اقعد سوي تيست لازم. لا يطيح. يلا اقعد على الكرسي. مضبوط. يلا حطه هني عشان نتدفى فيه بعد شوي قبل المغرب. هني عشان نتدفى، هون ما نقدر نحط فيها مثلا كوري ولا هذا. حطه هني كذي، نسوي على شكل مربع. مربع. ايوه حط واحده بالنص كذي عشان تمسكهم كذي. هذه الطريقه عشان ثبتوا الحين. بس ثاني. ايوه عرفت. يلا الحين كذي. ايوه نسوي اللعبه هذه اللي ما يطيحون، عرفت؟
مات الخشب نفس اللي تلعبونها نفسها. تعالوا لولو مني. تعالي مني يمي. يلا هات لولو. اهم شيء انه ما يطيحون. شوي شوي. بس. اوكي. شب واحده. شبت. ايوه شبت هي بس ما تبين. خليها تشب شويه. بس هذه خطره ما راح اعطيكم. نشوف. ايوه. مثل الشمعه كذي تشتغل. شب من داخل. ايوه. كيف؟ هذا اللي داخل هذا يذوب شب ماء. لا لا هذا ما يذوب. هذه الثانيه. شو الثنتين لان هذا النوع مو قوي ما راح يشب بسرعه. شب بسرعه. اي يشب هني بس انه ما راح يطول. لا ما راح يشب يعني بسرعه. اوكي. مثل شمع هذا. مبين مع الارصاد الجايه الويكند كله هوا تقريبا. فاليوم الثلاثة مبين يشد من اليوم وباكر وكذي وانت رايح شويه شد هوا. عندي خيمة هذه الخيمة الحين بنصبها حلوة وأرضيتها مفتوحة يعني تحط الكراسي داخل مع الدواء شغل عدل. خلينا نشوفها الحين. وينك؟ مرة قاعد يصور. صور؟ صور ما بيك بس صور النار النار طبعا. هذه ماركة الخيمة اللي هي GAZELE غزال وايد ممتازة. الحين راح تشوفونها شلون طريقتها وشنو شكلها. وايد حلوة وسهلة. واحد يبطلها وينصبها اموره طيبة. خفيفة يعني بيد واحدة. جدا حلو. اوكي مقلوبة. طيب مقلوبة. زين. تبطلها هاي الكريمة. نامين داخل؟ ها؟ اكيد اكيد حتى لو ما في حتى لو ما في شيء تعال شوف الشبه مالته. حلو شغل عدل. انتوا لولو.
علوي شبوبي يسموني. ها؟ علوي شبوبي. علي بوشبة. ايوه. يلا عطني. رجعي شوية. هذه الخيمة الحين نصبتها شلون وايد حلوة طبعا كلها شبك هني من داخل تقدر تشوف عادي واضح وفيها مثل ميزة هذا طبعا بروحهم تنشال هاي كذي تفتح مثل الشكل هذا ماخذ قطعتين انا من الكفر هذا مصد الهواء واحده هني واحده هني على حسب الهواء وين اتجاهك الحين الهواء جاي من الاتجاه هذا اسكر الجهتين هذول وافتح الثلاث جهات الثانيه وهم كلهم يصيرون خمسه طبعا هذه الخيمه من داخل حاطين الدواء شغل عدل الدفى الولوه شلون الجو داخل عجيب عليك بالعافيه شوف شلون يصير المفتوح يصير بالجهة هذه الجهة هذه اللي جاي منها الهواء خلاص مسكرة أنا تقعد هالأجواء الحلوة وهذه هني دوتنا حق الشوي ها علي الحين تتعلمون جاي شوي الصيف ها شلون أكل صيني صار تعال زين خلاص خلاص شبت اوكي خلاص بس حط هذا بالعلبة يبا يلا خلاص يا سلام يا سلام طبعا برعاية The Butcher Shop KW الشوي الطيب خلاص الحين وقت النوم شيكنا على الخيمة حط لها المرابط هذول هذا المربط خاف لا سمح الله يشد الهواء باكر ولا شيء تكون شاده امورها طيبه حط لها اوتاد الامور طيبه ان شاء الله الحين وقت النوم دشوا اليهال داخل يلا خل نروح ايش رايك علوي بالنوم ها زينه وينك يلا نوم وين لولو لو نايمة ها والله شوفت يلا تصبحون على خير نشوفكم باكر 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 اصبح مع السلامة يلا قولوا تصبحون على خير تصبحون على خير صباح الخير يعطيكم العافية اليوم الثاني من كشتتنا مع العيال استمتعنا أمس طبعا اكتشفت ان عيالي وايد يتقلبون طق صار هواش هني فوق عندي بس استمتعنا الصراحة كانت خوش نومة الحين نضبط لهم الريوق شوف شنو الموجود الأجبان شوية حلوب مع الجبن الابيض عندنا طماط مع الحلوم نسويه على المقبى ان شاء الله نودي لهم هناك والقهوه اول شيء القهوه الحين نشربها بعدين نسوي لهم الريوق مالهم يلا صباح الخير تعال ارجع شويه يلا
ايوه يلا قول. صباح الخير. صباح النور. شلون النوم امس؟ زينة. ها؟ زينة. ليش تطق بوكسات امس؟ ما اعزم نفسي. والله زي ما طلعتني من الدريشة. طبعا الجذور او الاواني اللي استخدمهم حق الكامبر كلهم ماركة الجي اس اي. حلوين يكونون بطن بعض يعني جدرين بشذي نفس الطريقة هذه شذي شوف شلون داخل وايد حلوة الماركة هذه مبينة هني عندكم جي اس اي وايد قوية هذول اربع اكواب وفيهم جدرين صغار طبعا جدرين مو الجدرين المضغوط الكبير لا موجود هذاك ينحط داخل السيارة من كبره هذول حق الشغلات السريعة كذي موجودة طبعا مثلا المقلة هذه شوف المقلة هذه المقلة تقلب فيها ويصير فيها القضبة هذه وايد حلوين بس عليك النتي وتشبكها خلاص شوف كذي الطريقة حتى القضبة تصفط هذه كل شيء يتصفط كلهم يصيرون بالجدر الكبير هذا اسمع الحين صفارة تدرون ليش؟ لأن الشولة أول مرة ينطبخ فيها أول مرة هذه أول طلعة يعني تجريبية مو تجريبية يعني إيه صح تجريبية حق الكامبر يعني حتى الشولة شوف أنا توني طفيتها هذه شلون تدخن هني الدخان توها جديدة توني مطفيها يعني هالثانية هذي اوكي شغالة بس هذا الجدر حق المطبخ كامل شوفه هذا مال تقطيع وهني حق تنشيف او غسيل العيش هني هذول هذول الملاريس كل شيء على حجمه هني قاعد الجدر موجود سكر هني خالصين الجو وايد حلو اليوم سلام لو في ميزة تشمون الريحة روعة صراحة ضبط القهوة الحين طبعا هذه القهوة من كيب 42 جايتني من الامارات نقصة فصراحة جدا قوية القهوة نظام الكوب ينفتح الكيس هذا باكت الطريقة هذه يلا كذي الطريقة نحط بالكوب تنصب هني القهوة فوق تبطل هذه انا اوريكم شلون الطريقة حق القهوة هلا صباح الخير صباح النور ذاهبين للريوق سمو قطعة الحين نجرب الثانية ما ادري وين طاحت وياي القطعة الثانية فيها قطعة صغيرة لازم ضرورية تكون بالطيارة خلنا نجرب هذا هذه طبعا باراشوت الثانية غير على شكل طيارة بس حلوة تطلع صوت قوي خاصة بالهواء الحين ممتازة يلا روح روح هنا ارجع بس انطر
قوي. شوف وزني كامل اللي ورا شيلني ذاهب. مو شايل، روح انت روح، روح ورا. ارجع ولد ورا الكامبر لا تطير حقنا. تعال تعال هني صوبي، شكلي بشوفه الحين علي يطير يروح فوق. لف يمين. يمين، لف يمين، يمين 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 بعد شوي. عاش عاش ما شاء الله، بطل بطل بطل. روح يمين، تبون يصير اكشن لازم ياخذ يمين شوي، يصير ضد الهواء اكثر. كل ما تاخذها شوي يسار كل ما تقل نسبة الهواء وتصير رايح. شوفها ما شاء الله. طبعا ما نستغنى عن دعمكم، سو سبسكرايب حق القناة واللايك والشير على الفيديو إذا أنتم مستمتعين بهذه الأجواء، عشان تعطونا الدعم نكمل مشاوير هذه الكشتات والرحلات والتصاوير. واللي حاب الانستغرام موجود RV Outdoor، تقدر تضيف القناة على الانستغرام وتتابع يوميات اللي نصورها على الكامبر، مواضيع الكرفانات، المواضيع اليومية. طبعا الطيارة هذه إذا تبي ترجع من مكانك هوا قوي تقدر تثبتها فوق، خلها فوق بس فوق علي، بس فوق ويقدر يرجع وياها. بس إذا كانت بدرجة أسرع نقطة بالهوا راح تكون وايد قوية، ما راح تقدر ترجع فيها، خاصة الحين وايد الهوا شاد. ما أتمنى أنا المايك إنه يكون واضح بهالهوا. ما شاء الله، خلها فوق وارجع ورا عشان نقرب يم الكامبر. يبيله بعد بلشنا بالغدا من ذا بيتشر شوب، ودي هذا حق الورعان اول شيء. هو قوي اليوم، اعطينا تشيس عشان نقطع الوسخ. يبا بعد شوية برجر، هذا العرايس الميني شيء فخم جدا. السلام. يا هلا بالاحباب، الله يعطيكم العافيه. انتهت الكشته مالت هذا اليوم، ما شاء الله تبارك الرحمن استانسنا، العيال استانسوا تقبلوا فكره الكامبر. الضيج تعودوا عليه، الامور طيبه، يعني كنا متعودين على الكلاس A بالسع الكبيره والامور طيبه، فهذا لا، اجواء ثانيه صراحه جدا حلوه. والحمد لله مثل ما قلت لكم الحين خالصين، بنتوكل على الله ونظفنا مكاننا واجعل المكان افضل مما كان. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الاجواء كانت
وايد حلوه. كنت متوقع انه راح يصير هواء وايد قوي علينا، بس الامور طيبه. وما ننسى تفاعلكم الطيب وتعليقاتكم اللي تشرح الصدر مع هذا الكشتة، ونشوفكم على خير كشتة ثانية. فما الله، معكم اخوكم محمد الفودري، مع السلامة، نشوفكم على خير.